تعالوا نتكلم النهاردة عن نور المحبة. احنا اتكلمنا عن نور الطريق ونور الحنان ونور الفهم، والنهاردة نتكلم عن نور المحبة. في نور عجيب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مالي بيته بيه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب السيدة خديجة، وهي كانت أم الحنان. والله احنا بنسميها أم الحنان، هي والسيدة فاطمة البتول، ورثت الحنان من ستنا السيدة خديجة الكبرى عليهما السلام. وكانت ستنا خديجة بحنانها ده كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول بالتعبير الدارج كده بيدوب في حبها، فهي أحبت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واكتشفنا أن حبها لحضرته كان جاي من حبه ليها صلى الله عليه وسلم الحقيقة والله. وحضرة النبي أحبها بشدة، لدرجة أن حضرته علمنا معيار من معايير الحب الصادق. إيه بقى؟ هو أن الحب ما يعرفش بعد، ما يعرفش مسافات، ما يعرفش زمن، حتى لو البعد ده كان بين الحياة والموت، فالحب يخترق حتى الموت، فالحب يفضل على طول. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد جنب السيدة عائشة مرة، وما كانش بيتعمل عنده أكل ولا طبيخ ولا بتوقد النار لمدة شهرين أو هلالين، وكان بيمر عليهم وقت طويل وما يحصلش ده. فلما اتعمل طعام وكان فيه لحم وكان فيه ثريد، وده شيء مختلف مش دايما بيحصل في بيت حضرة النبي، فحضرة النبي إيه؟ يفتكر مين بقى؟ يفتكر حبيبته ونور عينه، يفتكر السيدة خديجة الكبرى، فيقول اللهم هالة. فادعو هالة دي، هالة دي اللي هي صاحبة السيدة خديجة، فتيجي عشان تاكل. ويبقى ده يبين حاجة مهمة جدا، إن حب السيدة خديجة ما بيقلش، حب السيدة خديجة زي ما هو، وإن حضرة النبي كان بيحبها وحبه هيفضل حتى بعد وفاتها. فعايز صاحبتها تيجي تاكل من الاكل اللي هي بتحبه، عشان يحس ان الاكل ده وكانه وصل للسيده خديجه، والسيده خديجه سعيده حتى وهي في حياتها البرزخيه. نفس نور المحبه ده خلى حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يخلي السيده عائشه تتدلل زي ما هي عاوزه. فالصحابه قوموا قالوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس اليك؟ يعني من الاحياء مش كل الناس، عشان هو السيدة خديجة كانت الأحب. من أحب الناس؟ أي من الأحياء، ويقصد من الأحياء. فقال عائشة. الصحابة قالوا إيه؟ ليس عن هذا نسألك، يعني بنسألك عن من أحب الناس إليك من الرجال. فقال أبوها، فنسب سيدنا أبو بكر صديق الصدوق للسيدة عائشة، عشان يبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه بيحب السيدة عائشة. هي دي كانت محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نتعلم ازاي نغرس المحبة في قلب اللي بيعيشوا معانا. حضرة النبي كان بيخلي الحب يسري في قلب اللي بيتعامل معاه، بانه يبين له مكانته عنده. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. يا على الحب والجمال. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح الحب لكل أصحابه، ويبقى تصريحه بالحب ده علامة من علامات التعليم ليهم إزاي يحب. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، الصحابي يجي يقول له: إني لا أحب فلان. فيقول له رسول الله: هل أخبرته؟ فيقول: لا. يقول له: اذهب فأخبره. يعني إيه؟ روح وراه واجري وأخبره. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تطبيق عملي للحب، فقال: إن والله حاجة تدوب، يعني أنا مش متصور لو أنا كنت مكان سيدنا معاذ، يا رب أكون زي سيدنا معاذ وأسمع حضرة النبي بيقول لي إني أحبك. فقال: إني لا أحبك يا معاذ. يا ربنا يحبك لو مليت قلوب الناس اللي حواليك بإن أنت بتحبهم. عايز تمشي ورا النور حضرة النبي، قول لكل اللي حواليك إن أنت بتحبه، وخليك ماشي في حب رسول الله، وقول لهم ان انت بتحبهم، تمشي في انوار حضره النبي صلى الله عليه وسلم. انا مره فكرت كم مره حضره النبي قال بحبك لاصحابه، لقيت مفيش مربع من مربعات الصحابه الا وحضره النبي قال له انا بحبك. يا رب اجعلنا نتعلم من حب حضره النبي، ونسقي قلوب احبابنا دايما المحبه.
قولوا لأحبابكم بتحبوهم. كلمة طيبة صدقة تنور القلوب بأنوار حضرة المحبوب صلى الله عليه وسلم.